هاي ظاهرة كل يوم نسمع انقتل واحد بلد وكل يوم شباب يعني بلى بعرابي وبسخنين وبأم الفحم فأهل بلاد بلى. رأيك انت في الموضوع هذا انه هاي الظاهرة ما كانتش موجودة قبل لكن موجودة اليوم فعلا. شو المطلوب يعني من الناس حتى انهم يكافحوا هاي الظاهرة وننتهي من هذا الموضوع المحزن والمشين لأمة عربية صاحبة ثقافة وتاريخ وبيوت ومحبة وجيرة ونسب بلى. شو رأي حضرتك عم الحاج محمود وانت يعني من رجال الإصلاح في الوطن هذا؟ إذا مظلوم حسن حقه بحكي عن مستوى المشهد. نعم أنا الاتصال جماعة الغرابة كلهم كل واحد واحد يعني بتصلوا فيه وبتصلوا يعني تقريبا كل جمعة عمي بدنا ندير بالنا أولادنا إحنا مش فاضيين شايف كده المشاكل وهذا يا أبو جميل إحنا بنركي على الله وعليك يعني هذا اللي بسمع منهم كلن يعني من الخير العسل من دار سليم العبد من عصام أخوته والكل يعني كلهم بيحكوا معي وهذا الشيء لازم نحافظ عليه يا إخوان بسناننا يعني الحمد لله. يعني هذا الشيء بتدعي إنه هذا الشيء مخطط له ولا هو هيك عفوي؟ طلع اليوم صارت الناس كلها معها مصاري والناس كلها غير بتعرف هاي 10,000 شكل وروح تطلع على فلان والله هيك هيك ماشي يعني فكرة كويس. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني هذا هل برأيك إنه هاي سلبية رفاه الاجتماع اللي عايش فيه الناس؟ 100% في سلبية وسلبية. طيب يعني هسه الأسرة ما لهاش حق في الموضوع يعني إذا واحد بيخطئ من بيت الحسن وأنت كبير بيت الحسن بتقدرش للعيلة تردعوه؟ لازم ينكبح لازم ينكبح على آخر يعني لازم الكل يقوم عليه. عمه مش فاضي عمه شقيقك مش مضبوطة غير السلوك. طيب شو رايك في اللي بصير كل يوم هذا يعني كيف شو بتقول للناس؟ يوم يوم انا انت بتشوف انت اللي بتشوفه بنشوفه يعني شيء. احنا انا بهمني سلامة البلد بالاول المشهد يعني بالاول وبعدين كل البلد كيف بقولوا دبر حالها ولا لا؟ طب انت هون انت يعني زي العم ابو جميل حاليا انت اختيار ما معترف بيك مش ملك حالك لحالك بس المشهد يعني كمالك ركنة ولا غيني بيقبلوك وفي كل محل بيقبلوك بلا يعني انت برضو هاي انه انا كان لي صاحب كنا جاهز بتعرف نروح ونيجي على البلاد حياة طعم حريم ابو الامير. ابو الامير توفى اسا هذول الموجودين في الجهات انا بقدرش اتكلم معاه مشان هيك يعني سحبت. كنا بالفعل كانت جهات يعني كان عندنا من طمرة من مسجد كروم من كورمندا من المشهد من الناصر كان جهة يعني دروز وأسلام يعني بكل معنى الكلمة. لجان الصلح الموجود اليوم عندنا في البلاد تمثيل بالضبط تمثيل بس بتمثل يعني هيان فلان يعني هي عبارة عن صارت شغلة شخصية زعامة زعامة فاشلة. أنا بتعرف قديش اتصلوا فيي في برمانة صارت مشاكل كثيرة كل ما أبو جميل من ليش بشوفكش أبو جميل ليش بشوفك عم أنا بقدرش أتقل مع الموجودين تعال يا سيدي هذا يعني ليش هذا ما هو لا دين ولا ديانة ولا عقل ولا يهتدون يعني ليش هذا العنف هذا هو منطاق يعني بمعنى أنه العنف لا دين له بالضبط وانه لا يمثل وسط العربي ولا يمثل الدين الاسلامي ولا ايوه بقول لك والله يا ابو حافظ بحياه الله انه يمكن بديش اقول لك 200 مره اقل شيء 100 مره اتصل فيها ابو جميل من زياد من درع عبد الحليم ومن درع حوش من ابو جميل وين كنت وين رحت وين وكنت لما كنا نصلحهن زمان لما كنت انا ابو الامير والله تعرف عندي بالدار يعني نقرر كل شيء عندي بالدار يعني الله يعطيك طول العمر وخلينا اياك بارك الله فيك عمو جميل. يعني السيد
رئيس المشهد المحترم الاخ عبود الحسن ابو مصباح طال عمرك. طبعا العقيد نعم. اهلين ابو حافظ، بارك الله فيك. بدي اسالك عن موضوع العنف اللي بيجي في البلاد، شو وجهه نظرك انت كرئيس مجلس تمثل بلد؟ والله هذا الموضوع مكلك وبكلكني زي ما بكلك اي فرد من افراد هذا المجتمع. هاي الظاهره الاخذه بالازدياد اليوم، وفكر انه اجى الوقت انه يعني تعالج بالشكل الصحيح. نعم. اذا سالتني كيف؟ نعم. طبعا اذا بنبدا من عاداتنا وتقاليدنا، احنا تربينا على عادات وتقاليد طيبه. الحمد لله. وكانت كلمه الكبير مسموعه. وكنا نحترم كبارنا. يعني اليوم هاي المفاهيم للاسف الشديد بالجيل الجديد اختفت. بطل حدا يعمل احترام واعتبار لكبارنا. فهاي من الاشياء اللي فقدناها اليوم في مجتمعنا. الشغله الثانيه، يعني اليوم رب العائله صار مشغول كثير، اللي يجيب رزق اولاده، بتلاقيه بيطلع على شغله من الصبح بيرجع متاخر تعبان، ما بيسال عن، يعني ما بيهتم كثير بتربيه اولاده، لانه هاي الظروف يعني انفرضت عليه اليوم. انفرضت عليه، وانت عارف انه الاوضاع الاقتصاديه صعبه. فصارت الشباب تطلع وتجي تشتغل وتجيب مصاري، ولما المصاري تتوقع. لا هون لما صارت تتوفر معه فصار يستغلها للاسف يعني للاشياء السيئه مش للاشياء المنيحه. طبعا السبب الاهم من هذا كلياته، احنا اليوم في نعيش في دوله لها نظامها ولها قانونها، ومن واجب الشرطه حمايه المواطن. لكن للاسف الشديد في مجتمعنا العربي السلطات ما بتكون في دورها في مجتمعنا، وبامكانها تكون وتاخذ دور وتكافح الجريمه في الوسط العربي. وهذا اللي احنا بنتمناه اليوم من اعضاء الكنيسة العرب اللي موجودين اليوم في البرلمان الاسرائيلي، انهم يشتغلوا، وانا بعرف انهم يشتغلوا على هذا الموضوع، وانهم يحطوا خطه لمكافحه الجريمه في الوسط العربي. لان هذا الشيء صار مقلق، يعني صرنا نسمع كل يوم الصبح والظهر والمغرب عن حوادث قتل، وهذا الشيء مقلق جدا. نامل انه يعني يعالج في اسرع وقت ممكن. بارك الله فيك، شكرا. يعني انا مقرف هذا الشيء. والظاهر انه الله العليم اللي مبين انه اليهود اللي خاطر بالشيء هذا، ولا كان بيقدر يكبحهم اللي بكون صدوق. اهلا اهلا.